بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح تكون بداية جلستنا بالتعامل مع الإكساءات بالفريدي ماكس. هلا الإكساءات بالواقع بالماكس يعني خلقوا القسم بحد ذاته بدها شوي الواحد يركز فيها مشان يفهم كيف بده يركب خامي أو يصمم خامي من الصفر. طبعا العنصر النجاح فيها أن تكون عندنا مكتبة كبيرة من المواد ومن الصور الجاهزة للشيء اللي بدنا اياه. يعني انا لما بدي ادخل على مشروع اكس مثلا خلونا نقول مطبخ خشب او طاولات خشب، فقد ما بكون انا عندي صور واسعه للخشب بقدر انقي النقشه اللي بدي اياها او المناسبه لمشروعي، ما انه يكون عندي مجموعه قليله وشو يصير انحكم بصوره معينه. فهي شغله بس بكون تنتبهوا لها. بالنسبه للاكساءات رح نشوف شوية صور عامه، ما هي ماكس طبعا، صور عادية بس مشان نفهم المواد بشكل عام شو هي. هلأ المواد بالواقع طبعا خلقوا المقسمة إلى مجموعة خواص أو ظواهر أو أي شيء. في عنا مثلا الجدار، لاحظ أنه مثلا مت نوعا ما، ملمسه فيه خشونة، بينما ممكن أقرب على الإزاز نلاحظ أنه فيه لمعة حدي، تمام. ممكن يكون عندي بلور صار فيه شو عنا انعكاس، ممكن يكون عندي خشب لمعة بس شو أخذي شكل مت مثلا، مجسمات مثلا مثل شيء حجر أو خشن كتير، حاسس كتلته أتقل من الإزاز مع أنه صورة بس ببين معي الفرق. فهي عبارة عن مجموعة ظواهر بالواقع بالمجسمات العادية. وهلأ رح نشوف شلون نحن بدنا نقلع الماكس. إذا نقلنا شوية صور كمان يشوفوا هون الصور والالوان شلون مختارينها والارضيات، هاي كمان بدكم تركزوا عليها خلال اليوم. في عنا الصور تقطيعات البلاط والسيراميك الجدران، فهي كلها من المواد اللي بدنا نشوفها. في عنا خامة الباركيه بالواقع، هي خلينا نقول يعني اصعب شيء او اكثر خامه بدها شغل عنا لانه فيها كثير خصائص غير الخامات العاديه. هي عبارة عن مجموعة صور رح نرجع نمر عليها هلأ بأسلوب تاني. على العموم نحن هلأ حتى نفهم الخامات بشكل عام بدنا نعرف، فبدنا نعرف نحن بس مجموعة خصائص كل خامة ترتبط فيها. هلا احنا ما عم نحكي خامة الخشب اللي شايفينها على الطاولات. هلا هاي المادة نحن لما بدنا نجي نطبقها طبعا رح يلزمنا الى كذا صورة. اول شيء بدنا طبعا الشيء الاساسي اللي هو شو؟ صورة الخشب. هلا هذا اذا حطيناه بشكله الطبيعي رح لاقي المادة صارت قريبة للبلاستيك. بدي فوق الصورة شو؟ بدي شيء يحسسنا بالخشونة، ما هيك؟ شيء يحسسنا بالملمس، يبين لي عروق الخشب اللي عندي. فهي الطبقة تاني كمان رح نضيفها على المادة. الشيء الثالث اللي ممكن نشوفه انه الخشب هذا اللي شايفينه في منه ممكن يكون لميع كامل او ممكن يكون لمعته خفيفه مت، تمام. فهي كمان خاصين الخواص اللي بدنا نحددها. نحن هلا رح نشمل الخصائص اللي عندنا، خلونا نقول باربع خصائص. اول شيء رح ناخذ خاصيه الاساسيه، هي شيء بنسميه ديفيوز. الديفيوز كولر اول شيء، هلا ديفيوز كولر هي اول طبقه رح نشتغل فيها نحن بالاكساءات. ديفيوز كولر مسؤوله عن الشكل الخارجي للماده. يعني انا لما بدي اجي اكسي خشب مثلا او سطح معين، اول شيء بدي الصوره اللي بدنا اياها للخشب، فالديفيوز كولر هو المسؤول عن اضافه الصوره هاي. هلا الشيء الثاني اللي بهمنا كمان بالاضافه طبقه ثانيه شيء بنسميه بامب. المفروض تكون مارق معكم المصطلح من قبل. البامب هي طبقة خاصة بتأثير الملمس للجسم، ماشي. يعني أنا مثلا لما عم صمم خامة أرميد، خلينا نقول جدار أرميد، أول شيء بدي صورة فيها صورة الجدار مع الحجر، بعدين بدي صورة تبين لي إنه الحجر نافر، ما هيك؟ فهي الصورة بنضيفها بالبامب. هي بتكون عادة تدرجات الرمادة أبيض وأسود. الشغلة الثانية او الاسلوب اللي رح ياخده الماكسي حسب تدرجات شو رح يعمل الماكس للمادي، رح يعمل لها غائر ونافر.
هاي بالنسبة للبام. بالخصائص الثانية اللي بتهمنا عنا شيء اسمه reflection. reflection هي خاصية الانعكاس المادي، يعني أنا نعرف عنا انعكاس باللور مثلا، انعكاس صافي 100%. ممكن يكون أنا عندي انعكاس أرضيات، الانعكاس هذا شو ميزته؟ خفيف كتير. فهون كمان بدنا نفرق بيناتهم. وعنا خاصية الثانية اللي هي بنسميها refraction، خاصية الانكسار اللي هي خلونا نقول بمعنى تاني الشفافية. فأنا لما بكون عندي سطح باللور هو رح يعمل لي انكسار، أو بمعنى تاني الشفافية. بينما لما بكون عندي مي مثلا كمان فيه انكسار، بس على تموجات مي رح نلاقي الانكسار كتير شو كتير غريب. يعني إذا عندي سيراميك مسابح بقلبه رح شوف الأسطح كلها مكسرة. فهي الخاصية الرابعة اللي هي ريفراكشن. في عنا شيء تاني رح ندخله، شيء بنسميه opacity اللي هي طبقة خاصة بالشفافية. هلا رح نفهمهم بالضبط كل وحدة من هدول شو هني. بنرجع للصور اللي عنا، رح نشوف هي القنوات اللي عنا. هلا هي صور من مواد مصممة من قبل، نفهمهم بالضبط شو هني. هي مادة مثلا مثل ما شايفين أخذ تقطيعات توتي أو معدن أو شيء. حاطين أول شيء بديفيوز ماب، هاي الصورة اللي هي أخذت صورة خلينا نقول الشكل الخارجي للمادة، وبعدين عطيناها مادة شو سميناها البام. هلا البام مثل ما شايفين أبيض وأسود، عمل للأبيض نافر نفره، والأسود تقريبا خلاه بحاله، فأعطاني تأثير هذا الملمس اللي شايفينه. خامة أرميد مثل ما شايفين أعطيناها أول شيء طبقة عبارة عن صورة الأرميد نفسه. هلا هون مشان أقولكم إنه في حالتين ممكن تنضاف معي صورة أبيض وأسود، ممكن تكون الصورة نفسها إذا تباين الألوان فيها قوي مثل هيك حالي تعطيني تأثير الفرق بيناتهم. بس مثل ما شايفين الفرق بالبامب بين الأولى والثانية، طبعا الأولى أقوى بكتير من الثانية. يعني شايفين هون هلا نشوف حالي ثاني بيكون الأرميد أقوى فيها بكتير، البروز يعني واضح أكتر من هاي. بس شوفوا تأثير الملمس بين عليكم. عنا هون مادة تالتي. هلا هاي المادة مادة الذهب، بالواقع ما مستعملين فيها ديفيوز كولر، ما مستعملين فيها صورة خارجية. بينما اللي شايفين هون بس وين حاطينه بالريفلكشن، عبارة عن انعكاس، فالصورة هون برزت عندي كأنها منعكسة عن الجسم. هلا هاي بنسميه انعكاس وهمي، يعني انا هاي لو حاط طبيعه مثل هالغرفه ما بتعكس لي الغرفه هون، رح تعكس لي هاي الصوره. في عنا حاله ثانيه بنضيف فيها محرك دراسه انعكاس بنسميه ريتريس، بضيف لنا دراسه انعكاس نظامي. بس يعني هلا مشان نفهم بالضبط الفرق بيناتهم حطيت لكم هدول. هي اول طبقه عنا اياها اللي هي الديفيوز كلر، عم يفهمني عم تفهمنا الصورة انه انا اذا حاطت صورة هون رح تطلع عندي تأثير بالشكل الخارجي ولون المادي. في عنا طبقة تاني هاي اللي شفناها اللي هي الاوباسيتي، اخر شيء حكيت عنها. الاوباسيتي هي عبارة عن صورة اذا انا دخلتها للمجسم الاساسي شو رح يعمل له؟ شايفين شلون عم قصه قص؟ بين عليكم؟ هاي بالمشهد عندي رح تطلع النتيجة هيك، بس بالرندر شو رح تطلع معي؟ رح تطلع ورقة كأنه مقصوصة قص، يعني ما رح تطلع معها هاي الحروف. هاي عبارة عن صورة كاسين فيها نحنا بلين مربعة، ماشي؟ لما عطيته هالمادة هاي بالرندر شو عمل له؟ اوكي؟ واضحة الفكرة ولا؟ يعني في نحصل على أي مجسم من صورة لو شو ما كان بالضبط، بس ما مجسم هو بس عم يقص لتودي بس صورة بس بالضبط. ايه رح ندخل عنها بالتفصيل هلا، إذا كنت فهم النظرية مشان ندخل على المواد ما تلاقوها خصائص كبيرة عليكم. نتيجة تاني هي عم نحكي بالأوباسيتي، طبقة الأوباسيتي. أنا هون لما عم دخلها مادة شقفة زريعة عادي، بس هون لما أعطيه بلينات بنعطيه طبقة أوباسيتي، فهو بالرندر شو رح يطلع عندي؟ مقصوص قص. حالي تاني كمان عم يقول لي هون إنه الأوباسيتي حتى درجات الرمادة حسب الدرجة عم يعطيني شفافية. فشوفوا هون عندي شفافية بس أخف بكتير من هاي. طيب هاي طبقة البامب، شوفوا هون بدون بامب ومع بامب، شايفين الفرق بيناتهم؟ جدار هون قبل ما نضيف البامب لازم كيف طالع مثل بلاستيك مثل الصورة شيء وهمي، بينما هون بعد ما ضفنا البامب
ومثل ما شفنا الصورة من شوي هي عادة تكون أبيض وأسود، فهو رح ينفر لي الحجرة ويخلي الفراغات بيناتها فاضي. تأثير هذا كله نلاقيه من البوم. الخاصية الثانية اللي حكينا عنها هي خاصية الانعكاس reflection. طبعا طبعا شفناها على ذهب، عنا هون مثل ما شايفين الانعكاس هذا. هون حاطين صورة ممكن أو حاطين بيئة خارجية، فأي صورة أنا بضيفها هون رح تطلع عندي كانعكاس. يعني هاي المادة مثلا diffuse color فيها شيء برأيكم؟ هي عبارة بس عن لون وانعكاس، فعم تعطينا هالشكل هذا. هاي الخاصية الرابعة اللي هي الريفراكشن اللي هي الانكسار. عم ينبهنا هون انه انا الانكسار اذا عم طلع كأنه عم شوفها من قلب الجسم، كأنه عم طلع على مكبر خلونا نقول، فبيعطينا هالشكل هذا. هاي الانكسار كمان اذا انا حاطة على طابي. فهي هي الخصائص العامة اللي نحن بدنا نتعامل معها. هلا هاي عم يعطيني هون مثال، يعني نوعا نوع من المكاتب اللي بيجوا معنا عبارة عن صورة ملاقيها. أول شيء عم تعطينا صورة الديفيوز، صورة لون المادة. الصورة الثانية اللي عنا إياها شو عم يعطينا؟ شيء اسمه بوم. هاي إذا حطيتها راح يبرز لي بالضبط قطع الباركة والفراغات راح تبقى عنا فاضي. سبيكلر نحكي عنها بعدين، هلا ما بتهمنا. فهي إجمالا هيك جولة عامة على المواد. إذا رجعنا شفنا الصور الأولانية اللي حكينا عنها، هلا بنقدر نفهم بالضبط كل مادة شو الخامات اللي بدنا نستعملها. إذا قلت لكم بدنا نصمم مادة اللي هي مادة من هالجدار هذا، ماشي؟ عبارة عن صورة مثل ما شايفين ورق جدران. هلا هاي شو بدي استعمل فيها طبقات هون؟ الديفيوز كلر. فيها شيء انعكاس؟ ما شايفين فيها انعكاس. فيها شو؟ بوم. فيها ملمس. شايفين الخشونة مبينة عليكم؟ فبدنا نستعمل فيها صورة للديفيوز كلر، صورة للملمس. هون اعدادات مثلا اللمعة وهيك شغلات، فيها لمعة حاسين شيء؟ ما فيها لمعة، فما رح نضيف هون لمعة. تمام؟ هاي بالنسبة لمادة الجدار. إذا دخلنا على مادة البرسلان اللي شايفينها هون، فهاي المادة أول شيء فيها صورة، فيها لون، ماشي؟ فبدنا نضيف لها صورة، بيكون عنا صورة قريبة لهالشكل هذا نقدر نضيفها. فيها بامب شيء؟ ما فيها بامب، فما رح نستعمل البامب. فيها انعكاس؟ مبين عليكم؟ عنا انعكاس بس كثير درجته شو؟ خفيفة. فهي كمان لحتى نقدر نصممها. والأهم من هيك ملاحظين اللمعة حدة كثير. هلا اللمعة هون في شيء مسؤول عنها بالماكس بنسميه شيدر، اللي هو بيميز لي بين المادة إذا كانت إزاز مثلا أو إذا كانت حجر. يعني مثل ما شايفين الفرق من هدول، مثل ما قلت لكم إنه هاي بحس كتلتها تقيلة، بينما هاي بنحس كتلتها خفيفة، هاي بحس كتلتها خفيفة. طب منين عم يجي فرق الكتل إنه أنا بحس بيناتهم؟ هو الفرق هذا بموضوع اللمعة بالواقع. هون لما تكون لمعة حادة وخفيفة بتعطيني خفية للجسم، بينما هون بتكون لمعة كتير قاسي فبتعطيني هالحجر هذا. فهون نحن رح ناخذ ثلاث انواع من انواع الشيدر رح نحكي عنهم مشان ننقل بين هالفرق هذا. شوفوا هاي المادة مثلا هون شو عنا؟ عبارة عن شو؟ فيها ديفيوز ماب شيء؟ ما فيها صورة بس عبارة عن لون. اللمعة شايفين شلون حدة؟ وبس ما فيها لا بامب ولا شيء، فبتطبق معنا. شوفوا نقشة الخشب هون، فهي عبارة عن صورة خشب وبدي صورة الخشب للبام عشان يعطيني ملمس. بس هون إذا انتبهنا كتير شو؟ خفيف كتير، وعنا لمعة بس لمعة كتير شو؟ خفيفة، يعطيني تأثير مات. الصورة اللي عنا إياها هون كمان إذا نضيف صورة بمشهد، في عنا خريطة بنسميها لإضافة الصور، بقدر أضيف صورة خارجية بس هي عبارة عن بالنهاية عن إضافة صورة، يعني ما بدنا نضيف عليها بامب أو انعكاسات أو شيء من هيك. هلا هون نفس الحكي، عندي ورق الجدران ورا وعنا الكاسي، عنا الخشب هون. شوف الفرق بين هون سطح هذا الخشب وسطح هذا الخشب، هون لميع أكثر بينما هون صاير معي مت أكثر. الشيء الثاني بدنا نحكيه إنه شوفوا فرق اللمعة بين الإزاز وبين القماش. يعني هون إذا عم طلع القماش ممكن حس فيه تباين شوي، فيه لمعة خفيفة، بس تبقى لمعة القماش بتفرق عن لمعة البلور. عندي هون قماش مثلا لمعته أكثر من هذا، فهي كمان بدنا نميزها لما نحن بدنا نجي نصمم. صور تاني هون عندنا مثلا الأرضية هاي اللي شايفينها،
تقطيعات فيها لمعة، فيها انعكاس بس كتير خفيف مثل ما شايفين هون، وفيها تأثير بمب. فنحن لما بدنا نجي نصمم بدنا نستعمل هالطبقات هذول. هي رح ناخذها بداية نحن نظرية للخامات، هلا رح نحكي بالضبط كيف بدنا نطبق هالحكي هذا على الماكس.